الرحمن الرحيم، مساء الخير والرحمة على الجميع. يا رب، عندي محاشي مع الزوكيني قرع. حفرتهم اش قد ما اقدر، واللحم لازم هذا الحجم، هذا حلبي 100%، لان عندي اصدقاء حلبيين. وهذا بصل يابس، اذا معكم نهائيا ما يحتاجوا 7 بهارات. كشمش، جوز لازم هذولا، والثوم اني خليته بالاسمو، وشويه رز ما كثير. هاي المكونات مالتها حيل بسيطه، وموعت له دهن، موعت له دهن بلدي. طبعا اي نوع دهن عندكم، بس هو طعمه بهذا الدهن البلدي قبل ما يموع. لا تخلون بيها رز كثير، بس نص معلقة كلش كفاية. والشمو خليت دهنها معطاو حتى الشمو للقرع. بسم الله، هذا حيط طيب، لان انا عندي اصدقاء حلبيين اكلت عندهم. هاي هذه حلبية طبعا. الله يزين، راح اشوفكم. هو عندي هذولا لازم تقلوهم زين، اذا تريدون خلو بي شوية ملح، بس انا ما احب الملح، ما راح استعمل غير شوية شيء بسيط، لان اللبن هذا اللي هو لبن. خلي اسمه زين، طبعا كل الجهات. ها اشوف احد يحتاج الدهن البلدي. واو، راح اخلي شوية يتحمس واشوفكم هو قبل ما ينشف الماي ماله والرز. طبعا رز كلش قليل، هني استعملت ربع معلقة مال اكل، ثوم، جارليك، اذا فريش طيب، اذا ماكو العادي هم يصير عادي. الكشمش والجوز 7 بهارات، وشوية مع البصل اذا ما اكل نهائيا ما يحتاج، بس بهارات لازم. واو على ريحته، واو. راح اخلي يتحمص دقيقتين، وراح اطفي عليه واخلي الجهة اللي ما يبرد. هذا كلش كفاية، راح اطفي لان ما اريد الماي مالي ينشف، بس ريحته طيب. الاكله اسويه اذا ريحته طيبه استعملها، اذا ريحته ما طيبه ما اسويها. اختصر الطريق، بس عندي هذا راح اسويها كل الجهات بعد. هنا اسوي اللبن، حضر اللبن. عشر دقائق، كل دقيقتين ثلاثة اقلبها على الجهة اللي ما يتحمص، كل الجهات راح اخليه يبرد زين. نطلعه وخلوه يبرد زين، حتى لان لا تنسون راح نستعمله مع اللبن. حيل حيل اشكركم على اللايكات، واشكركم على الهدايا. يا رب يخليكم، يا رب. ملح عندي هي اللي هسع ما استعملته، لان انا ما احب الملح. وهذا هم خلصته. عندي اللبن، اللبن راح اخلي بيه شوية ملح، واخليه ينتظر ساعة كاملة. الساعة 2، ساعة 3 العصر عندنا، راح اخليها لساعة 4. بس هذا الملح اللي استعملته، هاي الاشياء لها. وعندي نشا، اي نوع نشا عندكم، ما يفرق النشا، عرف. والمعلقة مال اكل ونصبون، هاي الاشياء مالتها.
المكونات حيل بسيطة وحيل سهلة وحيل طيبة، إن شاء الله تسووها ويعجبكم. هذا اللبن، أي نوع لبن بس لا سويت، كورن ستاش نشا، نشا معلقة مع الأكل، بس لازم تخلطوا حيل زين نهائيا لا يظل بي نشا. خلوا على نار حيل هادية، أنا خليته على رقم 4 راح خلي. ما بي دهن ما بي أي شيء، ها شوية راح خلي بي ماي شيء بسيط. بسم الله، ملح حيل قليل، يعني اللبن شوية حامض، أنا خليت فيه شوية ملح. خلوه على رقم 4 كل سن، لا على نار حيل عالية. بسم الله، هذا اللي سويته السمو الحشو قدامكم، طبعا يعجبني باليد ما يعجبني بالمعلقة. إذا ما تحطوا بيرز نهائيا ما يحتاج، بس لازم تنتظرون لما اللبن يفور زين. بسم الله، طبعا هذا حيل بسيط اللي اسمه الزوكوني القرع، اللي اسمه الحشو ماله، انا سويته بالمعلقه. اكل الحفاره بالسكين بكيفكم انتم، بس يعجبني بالمعلقه اكثر. إذا يظل حشو لا تخلوا فوق اللبن حتى يطلع نظيف وحلو، طبعا لا تسدوهم حتى نرجع نستعملهم حتى لو قطع صغار، حتى من فوق يطلع حلو ومشهي بنفس الوقت. اشقد ما تقدروا ليش مثل. بسم الله، اللبن فار شي بسيط. بسم الله، تخلوا يفور هذا 15 دقيقة لا أكثر ولا أقل. خلوا يفور 15 دقيقة وبعدين أشوفكم، هو أنا نصبت على 15 دقيقة، ما بي أي شي بس ملح ونشا. بسم الله، فورت 15 دقيقة لا أكثر ولا أقل، ريحته حيل مشهي. إن شاء الله إن شاء الله تجربوها ويعجبكم. بسم الله، عندي أصدقاء حلبيين هذا من اسمه مالتهم، لأن أكلته كم مرة عندهم حيل عجبتني. طبعا اي نوع مكسرات عندكم ما يفرق. ان شاء الله تجربوها ويعجبكم، بالف عافية مقدمة.